سوف الجديد لا تلبس لأن هذا يمنع من النوم
قال أبا موسى الأسود: محبة المقتنيات تفعل العقل والزهد فيها يمنحه استناره. قال القديس أبا القيس: لا تبقي لك أكثر من حالك ولا تدفع أكثر من طاقتك. قال أبا القاسم: إن محبة المقتنيات مكلفة جدا وتؤدي إلى نهاية مريعة، لأنها تسبب اضطرابا شديدا جدا للناس. فاحمد واشكر الله في قلبك
حكم مدرب تسقط إيمانه وأمسك عقبه لدنيا الإيمان وأتى إلى طرطمس وسد له طريقه علمني من طرطمس وقال له الشيخ هل تريد أن تكون غالبا إن أردت أن تخلص فاصنع ما أقوله لك أولا امضي إلى القرية واشتري لحما وانزع سهام ارفع عنك في الصلاة وتعال فأطاع الشيخ واشترى اللحم وخلع سهامه وحمله على رقبته فلم يبقى طير ولا كلب في تلك القرية إلا وكمر عليه فنعش الطير وكان يسمعه ولما بلغ القديس على هذا الكلام قال له مرحبا يا ابن الطاعه اعلم يا ابني اني قلت لك ان تصنع هذا كي يعطيك مثالا فان كثيرين من الناس اذا سمعوا قصايا لا يحفظونها يباطلون ينسونها على قلة الدس ولذلك معتقد بهذا ليكون كلامي فيه ذات اثر لاجل تكلف الم الوجع فان اصحاب قلة الدس لا تنفع فيهم في الوظيفه شيئا فلهذا المعنى يكفي السفه فيك أسرار وصيتي فإذا أردت أن أنفق حقا من شوق الغفة فلنبذل فيك زرع مقدس أرأيت لأني حتى نهشت الديور والبلاد اسما وغرقه كذلك الشياطين تكرهت أصحاب الدنيا فأخذ الآن هذا الكلام في عقلك وتفكر به في أيام حياتك كل أيام حياتك وإياك يكفي أن تجعل اتكالا على الناس بل يتكل على المسيح فاذهب الآن وأخرج جميع ما أعطيت لك من الناس حتى تكون يا حبيبي لأنه ضرب الطالب أن يكشف غزاته بإيمان وشفاف وبعد أن دعاه بالكلام أخذ قليلا من الزيت وصب عليه ودعه وبالوقت شفيك أنه لم تصب قراءة ولا لم تقل فزعم وهو مصدوم بصدق الله قال الشيخ إن لم ينم الشاب وهو جالس ما دام له استطاعة في جسده فإنه عاجز مقصر وكل شاب يركض على ظهره ولو قليلا فإنه ينقذ الأوجاع المؤلمة في جسده وأي شاب يحب الراحة والنعم فإنه لا يملك من الخطية كذلك الشاب الكسلان لا يقبل شيئا من الكسلان قال أبا رسول إذا متعت أولاً ولا تكف عن البكاء وقال أبا يوسف نحن معشر إخوة هذا الزمان نأكل ونميل بالكسل من أجل هذا لا نكون مستهلا دائما لأن هذا كانوا يقولون قبلنا أيام الكسل ويحبون كل الرضا من أجل الله ولهذا إلى الله الحي وقال شيخ إن الراعي الذي يعمل موضع فيه منفعة لنفسه
الموت عن سن. ولهذا السبب يحتاج من الذهاب الى ذلك الموضع، فان ذلك الانسان ليس فيه ايمان الله. وقال اخر كما ينفع المرء المسكين لكونه لا يملك قوتا يشفع عليه يصبح هزيما فتنقطع منه شهوه الطبيعه. وإذ ركبوا صاحبه وصار به زائلا سهلا للقيام بسبب من الشخصيات الجميلة جدا والرائعة اللي المجمع المقدس في الكنيسة القبطية بيفتخر بيها على مستوى العالم كله، صورة مشرفة جدا للرهبنة ولخدمة الأسقفية، إنسان مملوء بكل حكمة
وكل اتضاع وكل محبة. من الفترة الصغيرة جدا اللي تعاملنا فيها مع سيدنا، أنا شخصيا حبيته جدا جدا جدا، وكنت بلاقي فيه العقل المستنير. كل مشكلة عند سيدنا ليها حل، وكل دقيقة أو كل تجربة ممكن إن هو يطلعنا منها. أنا بصراحة يعني حاسس إن إحنا ما نستحقش إن إحنا نعرفه، لكن هو من محبته واتضاعه رضي إن هو يجي يقعد معانا اليومين دول. وبقول له يا سيدنا إحنا مش عايزين نسيبك بصراحة، نفسنا إن أنت تقعد معانا أكبر فترة يعني، وانتوا برضو لما تتعاملوا معاه هتحبوه جدا جدا جدا. سيدنا على فكرة بيخدم أبروشية من أكبر الأبروشيات في أمريكا، عنده هناك 32 كنيسة و28 تجمع سكاني بيصلوا فيه، يعني ممكن نقول عليه بيخدم 60 كنيسة، زائد ان هو عنده دير عامل بالرهبان ودير عامل بالراهبات وبيت للمكرسات، يعني ما سابش حاجة يعني. عشان كده هو بقول شخصية متكاملة، بيقدر يلف في كل حتة في العالم بالمواهب المتكاملة اللي ربنا ادهاله، بيدي صورة مشرفة جدا للكنيسة في أي حتة بيروحها. إنسان فعلا مملوء بالروح القدس، مواهب الروح القدس متعددة فيه جدا، وزي ما انتوا شفتوا امبارح في التسبحة الألحان مدمن ألحان، يعني ألحانجي يعني، وروحه جميلة جدا في الصلاة وصوته الجميل الرائع، بيدينا صورة فعلا ان الرهبنة بتتشرف بوجود واحد زي سيدنا من طلمة الرهبان. ما في واحد ممكن ان هو يترهبن يرفع من شأن الرهبنة، واحد تاني، لكن احنا لقينا صورة فعلا رائعة. مهما قعدت اتكلم مش هعرف برضه اتكلم، انا حاسس ان انا هبقى مقصر جدا، لكن انا هناخد بركة سيدنا النهاردة في كلمة روحية تخصنا كرهبان وتخص حياتنا الديرية. بنطلب بس من سيدنا ان هو كل ما ينور مصر يجي يقعد معانا يومين، احنا مش طالبين اكتر من كده. ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويديلك طولة العمر والصحة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا في الحقيقة في ملء الفرح أن أنا أكون مع أب الحبيب نيافة الحبر الجليل الانبا دانيال ومعكم جميعا، وأنا لا أستحق شيء من الكلمات اللي قالها سيدنا، وأنا مش بقول الكلام ده عن تواضع، بقوله عن حقيقة، لكن زي ما الكتاب بيقول كل شيء طاهر للطاهرين، ف
فلان عينين سيدنا وعينيكم مليانه بالطهاره، عشان كده قادرين تشوفوا الامور بطريقه جميله. لكن ربنا هو اللي بيستر على ضعفاتنا وبيستر على نقائصنا. وفي الحقيقه برضو في رحله استراليا، انا يمكن كان اول مره اقرب من يافة الانبا دانيال، وفعلا كده حصل نوع من انواع الالتقاء على المستوى الروحي، وقلبي انفتح بالمحبه الكبيره لنيافته. ودي فكرني مره كنت في زياره عابره هنا للدير يمكن من حوالي 10 سنين، غير الزياره اللي احنا جينا فيها مع سيدنا البابا في سنه 93، لكن كنت في زياره عابره، كنا في الغردقه عند نيافة الانبا توفيلوس، واحنا راجعين عدينا على الدير هنا، وكان يمكن الدير وقتها عباره عن الدير الاثري فقط. ولما دخلت الدير يعني حسيت كده بعدم الفرح، لان لقيت الدير يعني مش، انا بتكلم يمكن معماريا ما كانش في حاله جيده يعني. وبعدين النهارده لما باجي بزور الدير وبشوف النهضه الرهبانيه والمعماريه والروحيه، ففعلا انا النهارده قلبي فرحان جدا، وطبعا ده ببركه القياده الروحيه الحكيمه لسيدنا الحبيب نيافة الانبا دانيال، وبركه الاباء جميعا. ولما سيدنا طلب ان انا اقعد ونقول كلمه مع بعض، تذكرت القصه بتاعت البابا ثاوفيلوس لما راح يزور الدير ويزور القديس الانبا ارسانيوس. وفي الحقيقه ان البابا هو اللي كان طالب كلمه منفعه من الانبا ارسانيوس، لدرجه تلميذ الانبا ارسانيوس، وانبا ارسانيوس كان قاعد كعادته صامت لانه كان يجيد الصمت، فتلميذ الانبا ارسانيوس قال للقديس الانبا ارسانيوس، قال له قل كلمه لكي ينتفع البابا. فرد عليه وقال له ان لم ينتفع من صمتي فلن ينتفع من كلامي. فانا قعدت افكر، قلت هو مين اللي جاي يتعلم من مين، ولا مين اللي جاي ينتفع من مين؟ الوضع الاصيل ان انا اجي واسمع منكم كلمه منفعه، لان انتوا اللي عايشين حياه الرهبنه، احنا في الخدمه ودوامات الخدمه لا نستطيع ان احنا نقول ان احنا عايشين الحياه الرهبانيه زي الاباء اللي عايشين في الدير. فده تواضع كبير من سيدنا ومنكم جميعا انكم تستمعوا لكلمات ممكن اقولها، بالرغم من ان الوضع الاصيل هو ان انتوا اللي تقولوا لي كيف انتفع في حياتي الروحيه واتعلم من الحياه الرهبانيه اللي انتوا عايشينها مع ربنا في هذه البريه المقدسه. وعلشان كده بطلب صلوات سيدنا وصلواتكم جميعا ان ربنا يعطينا رساله في هذا اليوم من اجل منفعتنا ومن اجل بنياننا الروحي. وجدت ان في المجتمعات الرهبانيه، لانها مجتمعات مغلقه، كتير احيانا بيحصل احتكاكات بيننا ما بين بعض. يعني محدش يقدر يقول ان انا عشت في الدير دون ان اجرح من احد ودون ان اجرح احد، سواء دون ارادتي او ممكن يكون بارادتي. لكن حتى لو هو بدون الاراده،
يتهيألي كلنا بدون استثناء ممكن واحد يقول انا حصل مرة ان اتجرحت او زعلت من معاملات احد الابهات معايا، او ان انا زعلت حد حتى ولو عندهم قصد. تالي مفيش حد يقدر يقول ان انا ما زعلتش حد او ما زعلتش من حد. واحيانا لما بيحصل الزعل ده بنتصرف بطريقة من اربع طرق، ولكن لما نيجي ندرس الاربع طرق دولت نلاقيهم ان ده مش التعليم الكتابي اللي موجود في كتاب المقدس. فالاربع طرق ممكن اولا ان الانسان يختصر عن الانسان اللي جرحه. يعني لو واحد جرحني ابعد عنه، ومجرد ان انا اكتفي بان انا اسلم عليه وخلصت على كده، انما مبقاش فيه احتكاك بيننا ما بين بعض. او الطريقة التانية ان انا ابتدي اتكلم عليه، اتكلم عليه مع الابهات التانيين واحكي على اللي حصل. ده بيبقى نوع من انواع التنفيس عن المضايقة، وايضا ربما هدفها ان انا يعني عايز يبقى في ناس في صفي معايا شايفين وجهة نظري وواقفين ضده. او الطريقة التالتة، ودي يمكن مش موجودة او في مجتمعاتنا الرهبانية، ان انا احاول ارد الاساءة بالاساءة. يعني لو هو مثلا قال لي كلمة جارحة فممكن ارد عليه بكلمة جارحة برضو، اللي هو سياسة عين بعين وسن بسن. او الطريقة الرابعة ان انا اكبت هذا الامر في داخلي واتصرف كأن مفيش حاجة حصلت. وربما بعض الاباء الروحيين بيفتكروا ان هي دي الطريقة السليمة للتعامل مع المضايقة، ان انا بتعامل كأن مفيش حاجة حصلت خالص. لكن في الواقع ان بيبقى فيه جوه الانسان مشاعر اتجرحت، وبعد كده موقف ورا التاني ورا التالت ولا الرابع، جوه الانسان بيحصل تراكم. وممكن بعد 10 سنين 15 سنة يجي الانسان ينفجر، وممكن ياخد بقى موقف شديد مع الانسان اللي هو اساء اليه او تكررت منه الاساءة عبر السنين. يعني تالي احنا لو رجعنا نفسنا هنلاقي اغلبنا بياخد موقف من الاربع مواقف دولت. اما الواحد بيختصر، اما الواحد بيتكلم على الشخص الاهانه، اما الواحد بيرد الاساءة باساءة، اما الواحد بيكبت هذا الامر في داخله ويتصرف عادي، ولكن مع ممر السنين بيحصل تراكم في داخل الانسان. هتقول لي طب ما الكتاب المقدس بيقول ايه؟ دي يمكن هخليها لاخر الموضوع، لكن بسرعة كده الكتاب المقدس بيعلمنا، يقول اذا اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه. وفي خطوات للعتاب. بعضنا بيقول لا، دايما العتاب بيكبر المشكلة فافضل ان الواحد ما يعاتبش. هو الحقيقة لو الكتاب قال اذهب وعاتبه يبقى اذا العتاب هو الطريقة السليمة. انما ليه العتاب بيكبر المشكلة؟ لان ربما احنا ما بنعرفش نتعاتب بطريقة سليمة زي ما هشرح كمان شوية. وايضا الكتاب قال اغضبوا ولا تخطئوا. يعني لو حد ضايقني من حق ان انا اقول ان انا زعلان، بس مش من الصح التعبير عن الغضب بطريقة خاطئة. اذا كبت الغضب ليس هو الشيء المطلوب، ان الواحد يكبت الغضب اللي جواه، لان كبت الغضب هيولد مرارة في داخل الانسان، والانسان يحس كده بعدم الفرح وعدم السعادة.
من أجل هذا العتاب ده نوع من أنواع التعبير عن الغضب، ولكن هو تعبير عن الغضب دون أن يخطئ الإنسان. ونشرح إزاي الواحد يتم العتاب. لكن عايز أتكلم برضو على 4 مبادئ روحية في لما حد يزعلني، إن أنا مفروض أتعامل إزاي مع هذا الإنسان اللي جرحني. يعني أنا قلت 4 ردود فعل خاطئة، بس هتكلم بعد كده على 4 مبادئ روحية إن لو حد جرحني أعمل إيه. أول مبدأ إن العتاب والتصالح أهم من العبادة. كلكم عارفين الآية اللي ربنا قالها لنا، إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، اترك قربانك على المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وبعد كده تعال وقدم قربانك على المذبح. الكنيسة بتعلمنا أن الواحد لو دخل الكنيسة ما يسيبش القداس لأي سبب، إنما هنا ربنا بيقول لنا لو دخلت وتذكرت أن لأخيك شيء عليك اترك قربانك واذهب اصطلح الأول مع أخيك. الإجابة طيب ليه المصالحة دي أو التصالح أهم من العبادة؟ لأن ربنا مش هيقبل عبادتي، ربنا مش هيقبل عبادتي لو أنا قلبي مش صافي مع أخويا. في ملاخي إصحاح 2 بيتكلم على ناس دخلت الهيكل وغطت مذبح الرب بالدموع وقدموا تقديمات، إنما ربنا يقول لهم لا تراع التقدمة من أيديكم، إن ربنا مش يقبل التقدمات دي ولا الدموع اللي سكبوه على المذبح. فتسألوا قالوا له ليه يا رب؟ يقول لك وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع والبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. التقدمات اللي بتقدموها لاسترضاء الله لن يقبلها من يدكم. فقلتم لماذا؟ فربنا جاوب وقال لهم من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك. هو أنا بس بتكلم على المبدأ، يعني هنا كان في خصام أو زعل ما بين الأشخاص دي وزوجتهم، فربنا قال له ازاي تبقى أنت زعلان مع زوجتك وجاي بتصلي وبتقدم دموع. نفس الكلام ازاي يكون زعلان مع أخويا واروح أصلي وأقدم دموع. ربنا هيقول اذهب الأول اصطلح مع أخيك وبعد كده تعالى وأقدم قربانك على المذبح. وده يمكن يشرح لنا مرد بنقوله في القداس اللي هو قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. وبعد كده الشمس يقول تقدموا. هي الحقيقة الترجمة السليمة هي قدموا، بروسفرين بروسفرين بروسفرين، قدموا 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 على الرسم. على الرسم يعني حسب النظام، يعني الشيوخ الأول وبعدين الأحدث حسب الأقدمية. يعني قدموا على الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى شرق انظروا. الحقيقة في الكنيسة الأولى وما زال في الكنيسة الكاثوليكية لغاية النهاردة، إن بعد الناس ما بتقول قبلوا بعضكم بعضا، ده وقت تجميع التقديمات وتجميع العطايا. فالناس بتدت العطايا في الوقت ده وبعد كده بياخدوها وكانوا يحطوها على المذبح الإبلي علشان كأنها بيقدموها ذبيحة لله، ويبتدي بعدها يرفعوا الأبروسفارين ويبتدي قداس اللي هو قداس المؤمنين من بعدها. يعني وهنا شوف حكمة الكنيسة، قبل ما تقول للناس قدموا 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 تعالوا بالتقديمات بتاعتكم وقدموها، تقول لهم ايه في الاول؟ قبلوا بعضكم بعضا، اللي هي علامة المصالحة. ليه؟ لان انا لو قدمت دون ان اتصالح التقديمة دي مش مقبولة قصاد ربنا.
فمن هنا الاول اصالح اخويا، وبعد ما صالحه ابتدي اقدم. وفي المجامع الرهبانيه تلاقوا الواحد اول ما يدخل الكنيسه يسلم على كل اللي موجودين. هي الفكره مش السلام، احنا عايشين مع بعض، انما الفكره ان انا قلبي صافي تجاه كل اخواتي اللي موجودين. علشان كده انا واقف النهارده وبصلي، فتبقى صلاتي مقبوله امام الله. يبقى المبدا الاولاني ان المصالحه اهم من العباده، وليها اولويه عن العباده، لان انا لو قدمت عباده لله وانا قلبي شايل من اخويا، العباده دي مش هتبقى مقبوله امام ربنا. المبدا الثاني قاله لنا بولس الرسول لما بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم. اغلبنا يمكن حافظ الايه دي، ويمكن بعضنا مش عارف التكمله بتاعتها، بالرغم التكمله مهمه قوي. التكمله تقول لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا ابليس مكانا. ولا تعطوا ابليس مكانا، عايز يقول ايه؟ لو انا زعلت مع اخويا لمده يوم، اكاني عزمت ابليس وخليته يعيش وسطنا لمده يوم. لو زعلت مع اخويا لمده شهر، اكني اديت مكان لابليس لمده شهر. لو زعلت مع اخويا لمده سنه، اكاني اديت ابليس مكان بينا لمده سنه. علشان كده بولس بيقول انتوا عايزين ابليس يبقى موجود وسطكم؟ لا، فما تخليش الشمس تغرب على غيظك، والا يبقى انت هتعطي ابليس مكان. فالمبدا الثاني ان كل ما تطول فتره الخصومه بيني ما بين اخويا، انا بدي ابليس مكان وسطنا. اما المبدا الثالث قاله لنا ربنا اذا اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه. يعني اخويا لما يغلط فيا مش هو اللي يجيني، مش هو اللي يبتدي الصلح، انا اللي ابتدي الصلح. احيانا العالم يعلمنا ان لو اخويا هو اللي غلط فيا يبقى هو اللي لازم يجي ويعتذر لي لان هو اللي غلطان. انما الكتاب المقدس يعلمنا عكس كده، يعلمنا ان اولاد ربنا هم اللي يبتدوا الصلح. طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. اما اولاد العالم ممكن يبتدوا المشكله وما يبتدوش الصلح. فده اختياري، اكون من ولاد ربنا ولا من ولاد العالم. لو انا من ولاد ربنا هبتدي الصلح والمصالحه حتى ولو الاخر هو اللي ابتدى الخصام معايا او المشكله معايا. اما المبدا الرابع والاخير، ودي احيانا في الترجمه العربي ما بنفهمهاش صح، لما بيقول على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. فاحيانا واحد يقول لك دي طاقتي، ما تطلبش مني اكتر من طاقتي. انما الحقيقه لو هنقرا الايه دي بالانجليزي هتديني المعنى الدقيق بالايه دي. بس قبل ما اقولها لكم خليني اشرح لكم ايه اللي قصده بولس الرسول على قدر طاقتكم. علشان انا واخويا نصطلح مع بعض لازم انا اقوم بمجهود وهو يقوم بمجهود. لو انا قمت بمجهود وهو ما عملش حاجه الصلح مش هيتم. وده اللي عمله مثلا ربنا معانا. يعني هل ربنا مصطلح مع كل العالم؟ لا، في ناس لغايه النهارده رافضه ربنا. بالرغم ان ربنا عمل كل اللي عليه، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مفيش حب اعظم من هذا، ان يبذل احد نفسه لاجل احبائه. يبقى علشان الصلح يتم لابد اعمل انا اللي عليا والتاني يعمل اللي عليه. لو التاني ما عملش اللي عليه زي احنا مع ربنا احيانا او بعض الناس مع ربنا، الصلح مش هيتم. بس هنا انا مش هبقى ملام امام ربنا، هنا هبقى انا لان اديت اللي عليا فانا مقبول امام ربنا، واما الاخر هو المدان امام الله. من هنا تيجي الآية على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس. مش معناها ان الواحد يقول دي طاقتي وبقدرش اعمل اكتر من كده، لا، معناها ان انا اعمل كل اللي مفروض اعمله زي ما المسيح عمل كل اللي هو يعمله علشان يخلصنا. ما كانش في حاجة ممكن يعملها اكتر من كده وما عملهاش.
قال ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أفعله. فبالإنجليزي الآية دي تقول إيه؟ as much as it depends on you، على قد ما أنت مفروض تعمل اعمل. يعني لو أنا مفروض أقدم 100% وأخويا أقدم 100% يبقى أنا مفروض أقدم 100% بتاعتي، بحيث إن لو الصلح ما تمش يبقى ده لأن أخويا هو ما عملش اللي عليه، مش لأن أنا عملت 70% ولا 50% وأقول دي انتقتي. بس عايز أقول هنا ما بقاش خصم وحكم، ما جيش أقول أنا عملت كل حاجة، ده ربنا في تواضعه قال أحكمه ماذا يفعل لكرمي وأنا لم أفعله. يعني ربنا حتى احنا في صلاة المزمور 50 نقول وتغلب إذا حكمت. يعني لو تجرأ الإنسان وحاكم ربنا وقال كان مفروض يعمل إيه وما عملوش ربنا برضو هيغلب. فأنا مش مفروض إن أنا أحكم وقول أنا اللي عملت، إنما هنا أب الاعتراف هو اللي يحكم هل أنا عملت كل ما أقدر أعمله ولا لسه كان في حاجات أقدر أعملها وما عملتهاش. فدولت أربع مبادئ مهمين جدا لازم نحطهم أمام عينينا، إن لو حد أساء إلي المبدأ الأولاني إن أنا المصالحة مهمة جدا وإلا دي تعطل العبادة بتاعتي. المبدأ الثاني لا تغرب الشمس على غيظنا وإلا إحنا بنعطي إبليس مكانا. المبدأ الثالث إن أنا بأبتدي المصالحة حتى لو أنا ما ابتديتش المشكلة. والمبدأ الرابع إن أنا بعمل كل ما ينبغي أن أفعله من أجل المصالحة ويكون الحكم في هذا هو أبي الروحي. بعد كده عادة لما الواحد بيتجرح إحنا بنلخبط ما بين ثلاث حاجات، ما بين شفاء الجرح وما بين التسامح وما بين التصالح. احيانا كتير نفتكر ان التسامح والتصالح دي حاجة واحدة، لكن الحقيقة دولت حاجتين. يعني ربنا على الصليب سامح كل الخطايا لكل الناس في كل العصور، انما ناس كتيرة رفضت انها تقبل المغفرة دي من ايد ربنا، وعشان كده ما زالوا في خصومة مع ربنا ولم يتصالحوا مع الله. فلما اتكلم على الشفاء والمسامحة او التسامح والتصالح، الشفاء عايز اقول برضو كم مبدأ بالنسبة للشفاء. عايز اقول اربع مبادئ مهمين بالنسبة للشفاء. لو نفس اتجرحت كيف تشفى هذه النفس؟ لو انا ماشي وعربية خبطتني وتعورت اتجرحت، مش هروح للانسان اللي سايق العربية اقول له عالجني، انما هروح للمستشفى عند الطبيب عشان هو يعالجني. نفس الكلام لو اخويا جرحني، احنا كتير بنبقى متوقع ان اخويا زي ما جرحني هو اللي يريحني، بس ده مش سليم. لو اخويا هو اللي جرحني انا مفروض اروح للطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا عشان يديني الشفاء. فالشفاء لن يأتي من الشخص اللي جرحني، ولكن الشفاء سيأتي من الله طبيب انفسنا واجسادنا. المبدأ الثاني في الشفاء هو زي ما في الجسد في امراض تعطل الشفاء الجسدي. يعني لو واحد عنده السكر يقولك الجرح ياخد وقت، عشان كده لازم يصلحوا يظبطوا نسبة السكر فالجرح يقفل بسرعة. زي ما في امراض جسدية تعطل الشفاء الجسدي، هناك امراض روحية تعطل الشفاء الروحي. الكبرياء مثلا ممكن يعطل الشفاء الروحي، ان انا ما اقدرش اسامح اللي قصادي ازاي غلط فيا. او مثلا الحساسية المفرطة، الواحد يكون حساس جدا، ده ممكن تعطل الشفاء الروحي. او مثلا تذكر الشر، ان الانسان عنده ذاكرة يقعد يعيد ويزيد في اللي حصل والقصة يزيد ويعيد فيها، فدي تخلي الجرح مفتوح على طول. زي واحد عنده جرح وكل شوية عمال يبص فيه ويفتحه عمره ما هيقفل. ومن هنا لابد من أن أشفي هذه الأمراض الروحية لو أنا عايز الشفاء يتم. لكن لو وجد مرض روحي ده ممكن يعطل الشفاء النفسي. يبقى المبدأ الأولاني أن الشفاء من الله وليس من الشخص اللي جرحني. المبدأ الثاني أني لابد
من ان انا اعالج الامراض الروحية اللي عندي عشان الشفاء يتم بسرعة. المبدأ الثالث ان التسامح والتصالح دولت دوايين مهمين للشفاء. ان انا لابد ان انا اسامح واصالح لو انا عايز اشفى. هقولك على حاجة، لو انا زعلان من شخص وقررت ان انا ما سامحوش، ممكن الشخص ده ما تفرقش معاه، اسامحه ولا ما سامحوش مش فارقه معاه، انما مين اللي تعبان؟ هو انا. لكن لو انا قررت ان انا سامحه، مين اللي هيرتاح؟ انا اللي هرتاح. من هنا التسامح دي حاجه بتعملها من اجل راحتك انت الشخصيه، مش من اجل الاخر، لان الاخر ممكن ما يكونش فارق معاه انك سامحه او مش مسامحه. مش كده قلت ان التسامح والتصالح دولت امرين مهمين جدا من اجل حدوث الشفاء. اخر حاجة، مبدأ في الشفاء، عادة مفيش مشكلة الا ما بنكون الطرفين سبب فيها. ومن هنا ان انا اشوف ايه الخطأ اللي انا عملته واتحمل مسؤوليته، ده برضو نقطة مهمة في الشفاء. لاني يعني ممكن يكون حتى الخطأ هو في ردود فعلي، يعني ممكن يكون التاني اساء الي دون ان افعل شيء، بس انا اخترت رد الفعل ان انا اتكلم عليه، وده خطأ. فهنا ان انا اعرف ايه الخطأ اللي انا عملته وان انا اعالج هذا الخطأ واتحمل مسؤوليته، ده برضو نقطة مهمة جدا في الشفاء. يبقى علشان نفسي تشفى اروح للطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا، اعالج الامراض الروحية التي تعطل الشفاء، اتحمل مسؤولية اخطائي التي صنعتها، والتسامح والتصالح دولت دوايين مهمين جدا من اجل ان الشفاء يتم. طيب امال ايه التسامح والتصالح دولت؟ ايه الفرق بينهم؟ احنا اتكلمنا على الشفاء، فاضل التسامح والتصالح. التسامح لما اتكلم عنه ربنا يسوع المسيح اتكلم عنه على انه مديونية، زي المثل اللي احنا عارفينه، كان لداء مدينان على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50. فكأن واحد مديون بمبلغ، حتى احنا بالبلد كده يقولك حقك عليا، يعني في حق، في مديونية هنا. كأن واحد مديون بمبلغ، طول ما انا متوقع ان هو يرجحهولي هبقى متضايق، لكن ان انا اقول له خلاص انا سامحتك بالمديونية دي، انا مش متوقع حاجة انك تعملها، انا هرتاح. فالتسامح ان انا اترك الدين، التسامح ادرك المديونية دي. انما التصالح هو ان انا رجع العلاقات زي الاول او احسن من الاول. عشان كده لما بنصلي نقول له مزق صك خطايانا، الصك ده زي الشيك اللي هو مكتوب مستند عليا. فالتسامح لما نقول ربنا سامحنا، يعني الدين او الصك الموجود عليا مزقه يا رب، ده التسامح. اما التصالح ان العلاقات تعود زي الاول او احسن من الاول. التسامح ده غير مشروط، يعني اي حد يسيء الي مفروض اسامحه كما سامحكم الله، زي ما ربنا سامحنا بولس الرسول كده، ان احنا مفروض اغفروا بعضكم لبعض، ان انا مفروض اغفر لاخويا. انما التصالح ممكن يكون مشروط، اني لو اخويا كل مرة بيعثرني وبيتعبني وبيسببني اقع في خطية زي ما هشرح كمان شوية، فممكن ان هنا اسامحه، ولكن يكون في تحجيم للعلاقات، بس تاني ما بقاش حكم وخصم، انما اللي يقرر ديا هو اب اعترافي او ابويا الروحي اللي هو شايف اللي في مصلحتي. وبعد ما همشي في خطوات معينة هقولكم عليها. يبقى التسامح هو ترك للصك، اما التصالح هو اعادة العلاقات زي الاول او احسن من الاول. التسامح غير مشروط، اما التصالح ممكن يكون مشروط. التسامح يعتمد علي انا لوحدي، يعني انا ممكن اسامح بغض النظر ان التاني هيقبل التسامح ده ولا لا. انما التصالح لابد ان الطرفين يكونوا مشتركين، لان انا لو حبيت اصالحك وانت رفضت، طب هصالحك ازاي؟ ف
فالتصالح مبني على الاثنين. انما يجي واحد يسأل طب وانا لو واحد مديون لي ليه اترك الدين ده، ليه اترك الدين ده، هل ده من العدل؟ واحد واخد مني مبلغ كبير اسامحه واسيب المبلغ ده، واحد اساء الي اسامحه كده، ليه اعمل كده؟ الحقيقة بطرس الرسول سأل السؤال ده للسيد المسيح، فالسيد المسيح جاوبه وشرح له ليه مفروض يعمل كده. لما قال له كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له، هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. وبعدين ادالهم مثل، المثل ده كلنا عارفينه بس أنا عايز أترجمه بدل ما هو وزنات ودينارات، عايز أترجمه بجنيهات عشان المثل ده نفهمه كويس. يقول يشبه ملكوت السموات إنسان ملك، الإنسان الملك هو ربنا، أراد أن يحاسب عبيده اللي هو إحنا. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنة. 10,000 وزنة يعني قد إيه؟ تساوي قد إيه 10,000 وزنة؟ الوزنة 6,000 دينار، الوزنة 6,000 دينار، والدينار ده أجرة عامل في اليوم. عارفين أصحاب الساعة 11 إدى لكل واحد دينار، فإحنا لو قلنا أجرة العامل 50 جنيه يبقى الوزنة اللي هي 6,000 دينار، فنضرب 6,000 في 50 تبقى 300,000، يبقى الوزنة تساوي 300,000 جنيه. طب هنا المديونية بكام؟ المديونية ب10,000 وزنة، فلو نضرب 10,000 وزنة في 300 جنيه يبقى 3 مليار جنيه. المديونية هنا 3 مليار جنيه، فالعبد ده كان مديون لسيده ب3 مليار. وإذ لم يكن له ما يوفي، طبعا لو واحد بيعمل 50 جنيه في اليوم يعني بيعمله 18,000 جنيه في السنة، لما تيجي تشوف عايز يوفي في كام سنة الثلاثة مليار يستحيل انه يوفي. وده اللي ربنا عايز يقوله لنا، ان غلطي او خطيتي في حق ربنا يستحيل ان انا اقدر اوفيها. عشان كده كانت الطريقة الوحيدة ان ربنا هو اللي يموت على الصليب عشان يسامحنا، لكن احنا يستحيل ان احنا نوفي المديونية دي على ربنا. فإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده. احنا بنقول في القداس كنا مبيعين بسبب خطايانا، فعلا احنا بعنا أنفسنا للشيطان بسبب خطيتنا، كنا مباعين بسبب الخطية. يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. وكان يستحيل حد يوفي الدين، عشان كده كنا في الجحيم لغاية الصليب. فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. العبد ده مش عارف ايه اللي بيقوله، ازاي هيوفي 3 مليار وهو بكل اللي بيعمله في السنة 18,000 جنيه. فتحنن سيد ذلك العبد، زي ما بنقول يوم الاثنين في التضاكية، غلب من تحننه. المسيح سامحنا لانه غلب من تحننه. فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين. لما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقائه، ده أنا وأخويا بقى، كان مديونا له ب100 دينار مش 100 وزنة. لو قلنا الدينار 50 جنيه يبقى المديونية كام؟ 150 ل5,000 جنيه. يعني أنا لما بغلط في أخويا أكنها 5,000 جنيه، لما بغلط في ربنا أكنها 3 مليار. 5,000 جنيه ممكن أوفيها، ممكن أوفيها لو أنا بعمل 18,000 جنيه في السنة أقدر أسدد 5,000 جنيه. فأمسكه وأخذ بعنقه، يبين هنا العنف، الله تحنن أم هذا الإنسان كان قاسي؟ احنا أحيانا نبقى قصاع على بعض، لكن ربنا علينا ربنا حنين. الواحد يروح يعترف ويقول كل خطاياه، في الآخر يقول له الله يحلك من غير أي حاجة. أخذ بعنقه قائلا أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، احنا كتير ما نرضاش نسامح، بل مضى وألقى في سجن.
السجن ده ممكن يكون سجن تشويه السمعة، زي ما احنا ممكن نتكلم على الاخرين ونشوه سمعتهم، او السجن ده سجن العزلة، ان انا اعزله وخصمه وما كلموش. سجون كتيرة ممكن نلقي فيها الاخر حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاءه، العبيد هنا دولة الملائكة اللي هم ايضا عبيد ولكن يرفعوا اعمالنا لله كل يوم، لما رأى العبيد رفقاءه مكان حزنوا جدا واتوا وقصوا على سيدهم الله كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: ايها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركت لك، انا سمحتك بثلاثة مليار لانك طلبت الي، افما كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك؟ كانش مفروض تسامح اخوك بال5000 جنيه دولت كما رحمتك انا؟ وغضب سيده وسلمه الى المعذبين، ده اللي هو العقوبة في جهنم، حتى يوفي كل ما كان له عليه، ولن يستطيع أن يوفي، علشان كده دي عقوبة أبدية. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. يجي طيب السؤال، طب لو أخويا زعلني أعمل إيه؟ زي ما ربنا قالك إنك تعاتبه، بس العتاب بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى يقول إذا أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. دي المرحلة الأولى، إن العتاب أكون بيني ما بين أخويا لوحدي، محدش تاني يتدخل في الموضوع. ليه إحنا لما بنتعاتب المشكلة بتزيد؟ لأن ما بنتعاتبش صح. أولا في العتاب خلينا أقول بعض مبادئ. العتاب اتكلم على التصرف، ما تتكلمش على الشخص. احنا احيانا لما نيجي نعاتب فنقول للشخص، نقول له انت متكبر، انت انسان مرائي، فطبعا هنا انا بهاجم على الشخصية بتاعتي، وده عتاب غير سليم. انا ممكن اعاتب اقول له الكلمة اللي قلتها دي جرحتني، التصرف الفلاني اللي انت عملته ده اساء الي. ففي فرق ان انا اتكلم على التصرف او ان انا احكم على الشخصية نفسها. الحاجة التانية في العتاب ان انا بعاتب بغرض الصلح. في احيانا ناس تعاتب بغرض ان انا عايز اعرفه خطأه، وانما مش هصطلح ومش هسامح بس مجرد انتقام لنفسي. طبعا العتاب ده مش هينجح، انما العتاب عشان ينجح لازم اكون رايح وانا في قلبي الصلح. الحاجة التالتة ان احيانا كتير ذاتنا وكبرياءنا يمنعنا من الاعتراف بالخطأ. فانا لما عاتب اخويا ما افضلش بقى اعصر فيه، حتى لو هو مش قادر يقول طب سامحني او اخطيت سامحني، فانا مجرد ما انا بوضح له خلاص بلاش احرج فيه، وبلاش يعني ان انا اذله في طريقة العتاب اللي انا بعاتبه بيها. الحاجة الرابعة ان انا اقدم التسامح واقول خلاص انا متسامح، علشان نبتدي صفحة جديدة. وان كنت عملت انا شيء غلط اعترف بيه وقول انا برضو غلط ان انا عملت كذا وكذا، وبطلب منك انك تسامحني. لو احنا عاتبنا بالطريقة دي، ان انا بتكلم على التصرف مش بتكلم على الشخص، ان انا بتكلم على رايح بغرض المصالحة والتسامح مش بس ان انا اعرفه غلطه، ان انا اكون رقيق في العتاب ما اكونش قاسي في العتاب، ان انا اعترف بخطئي واقول انا برضو غلطت في كذا كذا واطلب التسامح، ان انا اسامح وابتدي في الصلح واقدم ده، ان انا اعمل ده بيني ما بينه لوحدنا علشان ما افضحوش قصاد 10-15 واحد تاني، اني انا ايضا بيقولوا استخدم تعبير انا اكتر من استخدم تعبير انت. يعني بدل ما اقول له انت جرحتني، لما اقول له انت جرحتني ده فيها هجوم، لكن لما اقول انا اتجرحت دي هتكون ارق. ففي العتاب استخدم كلمة انا، يعني انا اتجرحت من الكلمة دي، انا تعبان من الكلمة دي، اكتر ما اقول له انت تعبتني انت جرحتني، دي بيبقى فيها هجوم. فلو استخدمت الحاجات دي ممكن العتاب يتم بسلام وننتهي بالصلح. انما ربنا حط شرط، حط احتمال ان ممكن ما نصطلحش. قال ان سمع منك فقد ربحت اخاك، وان لم يسمع يعني ممكن انفذ كل اللي انا قلته ده
شروط العتاب السليم ومع ذلك برضه التاني ما يسمعش مني. قال لك خلاص ما تقولش انتهى الموضوع، قال لك لا في الخطوة التانية، خد معاك واحد او اتنين مش 10 ولا 15، قال ان لم يسمع فخذ معك ايضا واحد او اتنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة. الواحد واتنين ده لازم يكون ناس روحيين، لازم يكون ناس مقبولين من الطرفين منه ومني، لازم يكون ناس صانعي سلام مش ناس بتهيج الامور، لازم الناس يكون عندهم حكمة ودراية. فهجيب واحد او اتنين علشان يحضروا العتاب ده ويحاولوا ان هم يصلحون على بعض. في احتمال ان احنا نصطلح، ولكن في احتمال برضو ان الاخر يرفض المصالحة. فطب لو رفض المصالحة اعمل ايه؟ قال ان لم يسمع قل للكنيسة، دي المرحلة الثالثة والاخيرة. الكنيسة هنا هو المسؤول بقى، سواء يبقى رئيس الدير او اب الاعتراف اللي بيننا، على اساس هنا بيخش كقاضي، لان لو ما سمعش للكنيسة قال يكون كالوثني او العشار. فدي اخر مرحلة نقول للكنيسة. فان لم يسمع من الكنيسة فيجي بقى هنا الاب المسؤول في الدير او رئيس الدير يقول خلاص يا فلان انت عملت اللي عليك، فلان ده هو اللي رافض الصلح. ومن هنا ممكن يقول لك خلاص ابعد عنه. فاكرين لما قلت ان التصالح مشروط؟ فهنا بقى ممكن يقول لك انت عملت اللي عليك ابعد عنه. زي ما ربنا لما الناس بترفض منه ان هم يصطلحوا معاه ويرفضوا ان يؤمنوا بيه، ربنا بيبعد عنهم لانه ما بيفرضش نفسه عليهم. لكن تاني ما كنش انا الخصم والقاضي، كنش الخصم والحكم. الحكم ده لابد يجي من الكنيسة ممثلة في المسؤول او رئيس الدير او اب الاعتراف، هو اللي ياخد القرار ده. فيقول لك ده كالوثني او العشار. يعني ايه كالوثني او العشار؟ يعني ممكن تبعد عنه دلوقتي، لكن الوثني والعشار لما رجعوا لربنا، يعني هم زعلوا من ربنا طول العهد القديم، لكن لما رجعوا لربنا وامنوا به ربنا سامحهم. فاخويا ده اللي هو رفض حتى يسمع للكنيسة، لو رجع لي ولو بعد 10-15 سنة عشان يصطلح معايا، مفروض ان انا سامحه واصطلح معاه. ومن اجل هذا بعدها المسيح قال كل ما تربطون على الارض يكون مربوط في السماء، وكل ما تحلون على الارض يكون محلول في السماء. يبقى بالطريقة دي انا همشي في خطوات المصالحة عن طريق العتاب بالطريقة اللي احنا شرحناها. العتاب يكون بيني ما بينه في الاول، وبعد كده على فم اتنين او تلاتة، وبعد كده على فم الكنيسة، وبعد كده الكنيسة تاخد الحكم النهائي ازاي اقدر اتصرف في حالة لو هو ما سمعش للكنيسة وما اصطلحناش مع بعض. اختم كلامي بتحذيرين، ان ممكن واحد يبتدي ينفذ اللي احنا قلناه ده، ومثلا لو في حد زعلان مني اروح وابتدي اصالحه، وبعد كده لما اروح اصالحه اتجرح تاني او هو يجرحني تاني، فاقول يا ريتنا ما كنا نفذنا الكلام ده، ويبتدي الواحد يزعل. فالحقيقة لو هو جرحني تاني مش مفروض ازعل. ليه؟ قصة كده بيحكوها ان اب كان دايما ابنه يشتكيله من زميله ان هو بيجرحه وبيزعله وكده. فالاب حب يشجع ابنه على التسامح، فقال له كل مرة يجي زميلك ده يزعلك تعال قول لي وانا هديك 10 جنيه. فالولد بدل ما كان بيزعل لما زميله ده يزعله، ابتدى لانه دلوقتي بيبص للعشرة جنيه يقول يا رب يزعلني عشان ايه اخد العشرة جنيه دي تبقى 10 و20 و30 وحوش. الحقيقة ربنا قال لنا نفس المبدأ لما قال طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين افرحوا وتهللوا. ليه؟ قال لان اجركم عظيم في السماوات. فاخويا اللي بيجرحني ده من غير ما اكون عملت له حاجة، ده بيزود لي اجر في السماء. فلو خليت عيني على الاجر اللي في السماء هبقى فرحان، لو خليت عيني على الاساءة هبقى زعلان. عيني موجودة فين؟ استفانوس كانوا بيرجموه بالحجارة، خلى عينيه في السماء بقي فرحان، قال له يا رب دولت بيعملوا فيا جميلة، ده هيخلوني ان انا ارس المجد السماوي، ده هيدوني لقب اول الشهداء، يا رب دولت بيعملوا فيا جميلة عشان كده لا تقم لهم هذه الخطية. لكن لو هو خلى عينيه على الحجارة اللي بتترمي عليه كان تعب جدا. عيني فين؟ على الحجارة اللي بتترمي عليا ولا عيني على السماء؟ لو عيني على السماء هبقى فرحان.
التحذير الثاني ان انا ممكن اصطلح مع اخويا بس ما احسش بالشفاء، واحس ان انا لسه مجروح ومتضايق وتعبان. اقول طب اديني عملت، لسه انا تعبان ليه؟ هقول لك لان الشفاء غير المصالحه، وانا قلت لك ان المصالحه والتسامح دول الدوايين هيساعدوا في الشفاء. فممكن الشفاء ما يحصلش في اللحظه نفسها، لان الشفاء ممكن ياخد وقت، بس ال- 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 الحاجه المفرحه ان انا طالما اصطلحت مع اخويا وسامحته، دي معناها ان عمليه الشفاء ابتدت، وباذن الله في فتره صغيره الانسان يحصل على الشفاء الكامل. ربنا قال لنا طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. ومن هنا لو احنا عايشين مع بعض في سلام ومحبه نكون بالحقيقه اولاد لربنا. الله يعطينا جميعا ان نعيش في سلام ومحبه وتصالح وتسامح حتى تشفى نفوسنا ونكون مشابهين لصوره ابنه. لالهنا المجد الدائم الى الابد امين.